السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصاصات دي رواية للدكتور أحمد خالد توفيق، ودي رواية في سلسلة سفاري العدد رقم 30. صراحة دكتور أحمد خالد توفيق أبدع في الرواية دي جدا. الرواية دي يعتبر زي تسجيل للأحداث اللي حصلت عند الصهاينة عشان نقدر احنا نفهمها في إطار قصصي، يعني تقدر تعدي من أي رقابة. يعني ممكن لو كتبت تسجيل للحوادث ممكن كان كتاب بيتمنع من النشر. كتاب قيم جدا، يعني قصة جميلة. أنا أتمنى إنها تدرس في كل المناهج في الدول العربية عشان نعرف بيفكروا إزاي. يعني حاجة زي إيه؟ أعرف عدوك. القصة بتدور حوالين إيه؟ أنا مش هحرق الأحداث، وأغلب اللي أنا هقوله بعد كده مش هيكون موجود أصلا في القصة، بس هو مدخل ان احنا نتكلم ونحاول نفهم العدو اللي قدامنا. القصة باختصار بتدور حوالين دكتور مصري بيطلب انه يعمل تجربة فريدة من نوعها، ان هو هيتنقل الوجدان الجمعي بتاعه لوجدان لواحد اخر وهيبدل معاه، هياخد التاريخ بتاعه. يعني زي ما تقول ايه، هننقل الافكار والمشاعر بس مش للشخص، لا للقوم بتاعك عبر التاريخ. هتاخد ذكريات من ايام الفراعنه وتتبعت لحد تاني وهو يبعت لك التجارب بتاعته. فبيكون اللي قدامه دكتور اسرائيلي، فبيبدا ان هو يعرف ان الراجل دوت تاريخ اهله نتيجه انهم كل شويه مثلا بيعملوا ثورات، بيعملوا اخطاء، بيعملوا مؤامرات، كله ان هو حصار متحاصرين. يعني من ضمن الحاجات اثناء الفتح الاسلامي القدس كانوا مشترطين ان اليهود ما يسكنوش معاهم في قلب القدس، ودي كانت طلب المسيحيين اللي في القدس مش طلب المسلمين. ليه؟ لان في الفتره دي كان في حروب كتيره بين الروم المسيحيين والفرس اللي هم عبرة النار، واليهود رغم ان هم المفروض ان هم اهل الكتاب كان في الاول مع الروم، وبعد كده انقلبوا بقوا مع الفرس لما لقوا ان الفرس الجيش بتاعهم اقوى، ودلوهم على الثغرات وخلوهم يدخلوا وياخدوا الصليب الاعظم. خدوا الصليب الاعظم وراحوا بيه لإيران واتحدوا مع إيران، وحتى فيهم بعضهم لسه موجود لحد هناك، صليب الصلابوت اللي المفروض ده صلب عليه المسيح، فدي حاجة مقدسة جدا عند المسيحيين. والأحداث دي مذكورة طبعا في القرآن، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فلما الروم انتصروا وخدوا الصليب تاني، الملك بتاع الروم قال لهم خلاص انا هكمل انا لحد المسجد الاقصى لحد القدس ومعايا الصليب وانا ماشي حافي شكرا لله، كان زي ما تقول نازل كده، وقال لبقية الجيش روح انتوا بقى ايه خدوا الطريق مع نفسكم لحد ما توصلوا لروما والمقر الحكم يعني، وكانوا 200,000. فلذلك معركة مؤتة ما كانش الروم بعتوا 200,000 دول عشان سد خالد، ده هما كانوا راجعين من الفرس. طيب تعالى بقى ندخل في حاجات معينة كده كانوا بيتكلموا عنها اليومين دول، مش فاهمين هما بيتكلموا في ايه. يعني كان من ضمن الحاجات اللي هما بيتكلموا فيها عقدة القرن الثامن. تمام، هو الفكرة كلها ان التاريخ عندهم والعقل الجمعي بتاعهم بيقولوا ان مفيش دولة اسرائيلية قعدت اكتر من 80 سنة، لان كان في مملكتين ما كملوش 80 سنة زي مملكة داود ومملكة الحشمونائيل. دول دولتين قدام جدا قبل المسيح بقرب 1000 عام، ما كملوش 80. هما على طول عندهم رقم 7 ده رقم مقدس، فبعد 7 ايه 8، يعني زي رقم 13 كده عند بعض الناس. يعني يقول لك ايه ان الحواريون والمسيح كانوا 12 وبعد كده جه يهوذا فبقى 13، فهم بيتشابهوا من الرقم
13، حتى في كنايس يروح حط في الأعمدة ويروح عمود الأخير يروح مسوده على السن ده، كان المفروض إن ده من الرسل وبعد كده خان العهد وهكذا. فهما عندهم عدم الرقم 80، يعني هو تبع الرقم المقدس على طول، الرقم المقدس وقف خلاص نصفر العداد. فلذلك هي تأسست 1948، فلذلك كان رئيس إسرائيل نفسه سابق قال لك ده هي مش هتكمل 80 سنة، هما خايفين طبعا. طيب ايه اللي حصل بقى في فيضان الأقصى رعبهم؟ فكرة دولة إسرائيل قايمة دلوقتي على ايه؟ عشان برضه ناخد بالنا ان اي حد يقدر يثبت ان هو يهودي في اي حتة في العالم، تعالى هنديك 3 حاجات، هنديك باسبور، هنديك بيت، هنديك شغل. وهو مثلا بيجي على حتة ارض كده وبيقول لك خلاص هندي هناخدها تبقى بيوت والحاجات دي كلها، وممكن يخش على بيوت زي مثلا حي شيخ جراح مثلا والبيوت موجودة، ويطرد منها الفلسطينيين ويجيب اي يهودي من اي حتة في العالم، يعني من اوكرانيا، من مثلا من امريكا، من اليمن، من اثيوبيا. وطبعا هم عنصرين بيضطهدوا العرب والسود والحاجات دي كلها، عندهم عقد نفسية من زمان. فهو بيقول لك اي حد عندك اي مشكلة تعالى اثبت ان انت يهودي، يعني امك لازم تكون يهودية ابن اليهودية. وبعد كده ايه بيعمل لك تحليل دي ان ايه مش مفهوم ايه هو، بس ايه يعني عسى يوهمك ان هو النسل بتاعهم مقدس وما اختلطش وحاجات زي كده. طبعا دي كلها اوهام، لان اغلب اليهود خلاص يعني تحولوا للمسيحية، واغلبهم تحول للاسلام، واغلب الموجودين دول ما كانوش يهود قبل كده. المهم يعني تعالى خلاص هنديك الحاجات دي. مين اللي هيسيب امريكا ويسيب اوروبا ويجي يعيش في مستوطنات بعد 7 اكتوبر؟ يعني 7 اكتوبر حطمت الحلم، حطمت الفكرة ان اي حد يقدر يعيش، وكلهم عندهم جنسية تانية، فخلاص سيريا بلده ويبدأ ان هو يعيش فيها. كان هما بيقولوا لهم في الدعاية ان احنا عندنا وحدة اسمها وحدة غزة، دي اقوى وحدة في العالم كله، ودي المسؤولة عن حمايتكم. دي اتضربت في اول يوم، يعني الناس نزلوا مخصوص عليها، قضوا عليها تماما واخدوا الكمبيوترات واللابتوبات والحاجات دي كلها. فيعني في 3 ساعات 1000 واحد قضوا على الحلم، يعني خلاص ما بقاش في إمكانية إن حد يسيب بلده ويعيش هنا. وشاف اللي بيحصل، وشاف الناس بتهرب إزاي، وشاف إن أسطورة السور اتدمر ببساطة جدا جدا. الناس صحيت تلاقي كل حاجة، يعني محدش عارف حاجة، يقولك أقوى مخابرات في العالم. واحنا شفنا الناس يعني عملوا الخطة كلها في سرية تامة، والمخابرات ما قدرتش، بينما المقاومة او حماس عز الدين القسام قدروا يحددوا المكان اللي فيه وحدة مخابرات غزة، ويدخلوا وياخدوا الكمبيوترات وياخدوا كل حاجة في سرية تامة، وبقى معاهم كل الخطط، فمضطرين انهم يغيروا الخطط. المفروض الوحدة دي هي اللي بتتولى أمور غزة، خلاص الوحدة دي ما بقتش موجودة. فهو نصر يعني اللي حصل يتدرس في كتب الحروب ونصر والحاجات دي كلها. وفي فرق بين النصر والتمكين، يعني ممكن ده ما بقاش هو التمكين لكن تمهيد للتمكين، وده نصر الحمد لله ان انت قدرت تحقق اهدافك. ان احنا داخلين انت شايف حاجة معينة وانا ليا رأي تاني، وانا اللي اجبرتك ان انت تاخد الرأي بتاعي. كفاية الروح المعنوية هنا والروح المعنوية هنا. ما تنساش ان قصة اصحاب الاخدود انتهت ان ما اتحقق لهمش التمكين، لكن ربنا قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. وقصة السيدة سمية
رغم ان ابو جهل قتلها، لكن هي قدرت تحقق انتصار ان هو ما قدرش ينفذ اللي هو عايزه، ان هو كان مصر مثلا انها تكفر وانها تقول وانها تقول، لكن هي فضلت انها ثابته. فثبات المقاومه بيلهم الاجيال اللي جايه والاجيال القادمه. ونتمنى النصر يكون في الجيل دوت ويتنفذ النهارده قبل بكره، وتحقق ما نقدرش نقول النبوءة، ما فيش نبوءة في العهد القديم بتقول ان هما 80 سنة، لكن هي دي قراءات للناس اللي هي بتقرأ كتير في التوراة، فالحاخامات تنبؤوا ان هما 30، هما الدولتين اللي اتعملوا ما كملوش اكتر من 80 سنة، عندهم عقدة من الفكرة دي. فيا رب تعدوا كمان وكمان. يعني القصة جميلة جدا، حاولوا تقروها. أنا ما حبيتش أحرق القصة، حبيت إن أنا أتكلم على حاجات ما وردتش في القصة.